بالمناسبة النهاردة 29/11 هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. النهاردة هو ذكرى قرار تقسيم فلسطين اللي كان في نوفمبر سنة 47 واللي قسمها وقتها إلى دولة يهودية وأخرى عربية، واعتبار القدس كيان متميز بيخضع لنظام دولي خاص، وحركهم بقى عارفين الباقي من بعد هذا التاريخ وما حدث. من المنتظر يعني أن الأمم المتحدة تعقد مجموعة من الفعاليات والاجتماعات في مقر الجمعية العامة ابتداء من بكرة يعني، ويتم افتتاح معرض افتراضي بيركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء جدار الفصل العنصري على غرار نظام الأبرتايد أو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. خلينا نشوف التقرير ده في هذه الذكرى، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم 29 من نوفمبر كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يرجع هذا اليوم إلى عام 1979 إذ تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محاولة لتذكير العالم بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. ويرتبط تاريخ هذا اليوم باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 لسنة 1947 المعروف بقرار التقسيم، ونص قرار التقسيم على إقامة دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية فلسطين على مساحة 42.3 أعشار من 100، ودولة إسرائيلية على مساحة 57.7 أعشار من 100 من الأراضي، مع وضع مدينة القدس تحت الوصية الدولية. وفي مثل هذا اليوم من عام 2012 منحت فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بأغلبية 138 دولة، وبعدها بثلاث أعوام رفع العلم الفلسطيني للمرة الأولى في التاريخ أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. ومع ذلك لا زال الشعب الفلسطيني يواجه العقبات في طريق تقرير مصيره واستقلاله والحصول على حياة كريمة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي وبناء المستوطنات وتوسعها وتعثر عملية السلام وتدهور الأحوال الإنسانية والاقتصادية لا سيما في غزة. واستجابة لدعوة الأمم المتحدة تنظم الحكومات والمجتمع المدني أنشطة مختلفة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، منها عقد الندوات وتوزيع مواد إعلامية في القضية الفلسطينية وإرسال رسائل تذكر العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني وما واجهه من قتل وتهجير وإنقار حقه في إقامة دولة مستقلة. ومهما كانت هناك أيام للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ستظل فلسطين في الوجدان والعقل، فهي أيقونة الحب ورمز الكفاح والنضال.